سنعطيكم معلومة أخرى. حيواننا السري من أقرباء فصيلة مشهورة. للباندا العملاق قريب واحد فقط، لكنه حيوان أصغر منه حجما ويأكل الخيزران والفواكه والطيور أيضا. إنه الباندا الأحمر. ينشط الباندا الأحمر ليلا ويرتاح أثناء النهار ويعيش في الغابات الكثيفة ويقضي معظم حياته بين الأشجار ويعيش داخل وكر ويبني عشا من الأغصان المورقة. لا ينزل الباندا الأحمر إلى الأرض إلا للأكل فقط، وهو رقيق، وعند إخافته يطلق صوتا حادا قصيرا. إنه يشبه الثعلب قليلا. وفي الصين يسمى الباندا الأحمر باسم هان هو، ويعني ثعلب النار بسبب لون فرائه المشع. أما الباندا فينتمي إلى فصيلة أكبر تضم الراكون، رغم اعتقاد البعض بأنها تنتمي إلى الدببة. يعيش الباندا الأحمر في مجموعات من الإناث وصغارها، أما الذكور فتفضل العيش بمفردها. تولد الجراء عمياء ولا تفتح أعينها إلا بعد أسبوعين من ولادتها. عندما يبلغ عمرها 4 أشهر يصبح بإمكانها اللعب واللحاق بالأمهات. تعرض الباندا الأحمر للصيد بسبب فرائه، وهو معرض للانقراض مثل الباندا العملاق، لكنه على النقيض من قريبه الشهير لا يعتبر الباندا الأحمر مشهورا وتندر رؤيته في البرية. إذن حيوان الباندا الأحمر هو أكثر حيوانات الصين سرية.